برنامج التاسعة، وطبعا بقيادة الراحل الكبير الأستاذ وائل الإبراشي، كان لي شرف استضافة الأستاذ سمير صبري واللي كان ضيف في برنامج التاسعة. سيبكم مع جزء من هذه الحلقة ونرجع نكمل كلامنا. دخلت الإعلام من بوابة الفن ولا الفن من بوابة الإعلام، ولا أنا فتحت الاثنين على بعض أوضتين وصالة؟ ركن الطفل في البرنامج الأوروبي في الإذاعة، ركن الطفل مع لبنى عبد العزيز أنتي لولو، ده البداية. واستمرت كل الفترة دهيا أنا في ركن الطفل في المدرسة، كنت في فيكتوريا كوليدج وقتها. في البرنامج الأوروبي، في البرنامج الأوروبي يعني، مش البرنامج العام ولا لا. ومن ركن الطفل ابتدى في البرنامج الأوروبي يدوني برنامج سهرة، وبعدين أمال فهمي خدتني وقالت لي، لان هي في الاول خالص هي اول ما جيت الاذاعه مع عبد الحليم حافظ كانت هي موجوده معانا. وهما الاثنين اللي دخلوني اللبنى عبد العزيز اشتغل معاها في ركن الطفل. كويس. فامال فهمي دي كانت ست كنت بقعد اتعلم منها الحوار ايه، وازاي تاخد السؤال الجاي من اجابه ضيفها. ما تسرحش، لان لو سرحت يبقى او ما تبقاش بتفكر في السؤال اللي جاي القادم، لا هاخده من اجابته. جت هي قالت لي انا عايزاك تعملي برنامج تتكلمني على ما يدور في اوروبا ونسميه النادي الدولي لاذاعه الشرق الاوسط. ده عشان عندك لغات كويسه؟ الحمد لله. وعشان ما يدور في اوروبا ده عايزة لا عايزاني اقدم برنامج باللغة العربية بالعامية عربي. بس هتتابع ما يدور في اوروبا. وهي اللي قالت لي باسمه النادي الدولي، وتقول لي في مسرحية ايه في لندن، في ايه في باريس، في ايه في مش عارف ايه. فابتديت اعمل النادي الدولي في الاذاعة لمدة 4-5